بقى لي فترة معجب جدا بقذائف القائد رائف. رائف لو انت ما تعرفوش هو واحد بيحلل وبيعمل رد فعل على التراكات بتاع الرابرز اللي موجودين حاليا في السوق المصري، والواحد بقى له فترة يعني متابع الدسات بتاع الرابر، اللي هو لما الرابر بيقرر ان هو يدس رابر تاني بيقرر ان هو يشطفه من الاخر كده ويعمل عليه حفلة ويطلعه مسرح ويفضل ينفخ فيه. فسبحان الله يعني قاعد كده بدور بشوف في اخبار جديدة حوالين الكرة المصرية والعظمة اللي بيقدموها في الاعلام المصري، لقيت ان عبد الناصر زيدان الكروان منزل اغنية بعنوان بلية الدلدول، وهي يعتبر ان هي ديس لكابتن خالد الغندور. يعني كابتن عبد الناصر زيدان قرر ان هو يجيب خالد الغندور ويحطه قدامه كده ويفضل يشفط فيه. تخيل عبد الناصر زيدان عامل اغنيه وبيتكلم على خالد الغندور. لا احنا مش هنتكلم على الحاجات دي، عيب ولا احنا عندنا في مصر هنا في الرياضه شلنا قاموس العيب والغلط والاحترام والكلام مهنيه دي يا بابا، هي خالتك. الكلام هنا عندنا في مصر اتغير خالص. فنسمع التراك العظيم ده او نسمع الاغنيه العظيمه او الدس العظيم من عمو عبد الناصر للكابتن خالد الغندور، وسامحني على الموسيقى السيئه وسامحني كمان على الصوت السيء اللي انت ممكن تسمعه في الفيديو، بس هنعمل ايه؟ هو ده عم عبد الناصر زيدان والصوت بتاعه هنجيبه منين احنا؟ هذا الصوت يعني كأنه هو الجوكر بقى. تايم اوت بس، لان عم عبد الناصر زيدان لما كنا بنتكلم على الصوت بتاعه كان بيقول لك تنمر. طب ما انت كده بتتريق على اسر قامت كابتن خالد الغندور. يعني لما الناس تتكلم على صوتك اوعى تقول ان انت بتتنمر، لان انت بتتنمر برضه على كابتن خالد الغندور وموضوع دلدول وشخصيه. ايه حسست ان انت بسم الله ما شاء الله الشخصيه بتاعتك فارده ومعروف قوي ان انت ليك اراك المستقله؟ يا باشا ده انت ورا ابو معاطي زكي، معروف ان ابو معاطي بيروح شمال انت بتروح ورا، فانت جاي تقول لك كمل يا عم عبد الناصر كمل. برضه خلخال في رجله ليه؟ هو عم عبد الناصر وابو معاطي زكي، هو ماشي في خلخاله كده. هو مغرور لانه كابتن الزمالك التاريخي، فمن حقه بصراحه ان هو يكون عايش في الدور. وش يا زي، لو انت بسم الله ما شاء الله عم عبد الناصر الطيبه يعني بتشر كده من وجهك الجميل اهو دوت، لو ليه صوت غير بسبب الموضوع اللي كان ما بينه وبين مرتضى منصور والخلافات اللي كانت ما بينه وبين مرتضى منصور، وهو ده اللي شهر انكل عبد الناصر زيدان. غير كده مفيش اي حاجه شهرت عمه عبد الناصر زيدان. نكمل. لو كلمت اقول لك حاله نفسيه، لا فكمل عم كمل كمل عم عبد الناصر كمل كمل. يعني المزيكا تحسها ضرايب شويه بس كمل عم هو كل حاجه في الاغنيه ضرايب بس كمل عم عبد الناصر كمل. هو راب بيعملها ازاي؟ مش بس لو راب سمع الاغنيه دي احتمال يبطل يعمل مزيكا طول عمره بصراحه. تنمر ولا مش تنمر يا عم عبد الناصر؟ لما نيجي نتكلم على صوتك تاني مش عايزينك تقول اي حاجه لان انت نفسك اهو بتتنمر. كلكم بتحبوا الصيت، كل الاعلام المصري بيحب الصيت واخبارهم كلها كذب وكلهم تدليس وشويه مطبلين وبرضه بيحبوا الصيت كلهم، فمش مش خلي غندور لوحده يعني. والشكل هيدا فاكر انت عايز لفالي ليه يا عم هتديله يعني؟ لا بقولك زيرو خناق، شوف مين اللي بيقول الكلام ده، لا اله الا الله. والله مفترض ان كلكم تتساووا على المديريه ونخلص من ام الاعلام الرياضي النحس اللي موجود عندنا في مصر ده. بس كمل امال هنجيب ماتيريال ازاي واحنا مفيش ماتشات عالميه موجوده منكم انتوا؟ لا هو مش تختي انت اللي كاره تختي عادي، مفيش حد لعب كوره وما بيديش اسامين في الزمالك، دي حاجه معروفه يا باشا. الا من رحم ربي واللعيبه اللي مش منافسين، ودول بيكونوا قليلين جدا في عالم في عالم كره القدم المصريه، ودول ربنا بيكرمهم عندنا هنا في مصر. فتوته تلقيح رسمي على خالد الغندور اهو. بتغير من الاوضه طبعا، بتغير من النادي الاهلي. امال التراك يتعمل له لايكات ازاي؟ او الاغنيه اللي بيتقال عليها الاغنيه دي تعمل لها لايكات ازاي؟ ما انت لازم تشد جمهور ناحيتك، مين بقى يكون بيكره خالد غندور اكتر من الاهلاويه؟ مفيش. يا
كلكم وش وشكم يتلون، كل الاعلام المصري ب 100 وش. القضية هتدخله دقيقة 85 و 45 ثانية. أهلاوي قوي يا عم عبد الناصر. لا ده بيشتغل جمهور الأهلي وإحنا عارفين إن هو بيشتغلنا وبنعمل إن إحنا راضيين. طب هو أنت عرفت اسم والدة كابتن خالد غندور من إيه؟ ليك حد في السجل المدني عم عبد الناصر ولا إيه؟ الاغنية خلصت يا جدعان، الحمد لله رب العالمين. لا بصراحة الله يكون في عونك يا قائد على التحليل، انت بتحلل الاغاني الهابطة. انا مع عمو عبد الناصر ما اتحملتش دقيقتين. لا بصراحة انت بتتحمل كتير يا قائد. اما الموضوع بقى بتاع الاخلاق والمهنية والكلام ده، لا في مصر ما بتلاقيش الكلام ده. احنا عندنا في مصر ما بتلاقيش اي حاجة غير قلة الادب الموجودة دي، وقلة الادب الموجودة دي مفروضة عليك ولازم تتفرج عليها عافية. ومفيش حاجة اسمها غلط، ومفيش حاجة اسمها واحد يتحاسب على ان هو بيغلط في كابتن الزمالك التاريخي، ولا بيتحاسب على ان هو بيعمل اغنية كلها اساءة لكابتن خالد غندور. بس عادي، احنا بنتعامل معاه من بدايه، او بنتعامل معاه من البدايه ان هو رابرز بيدس رابر تاني، هو اعلامي بيدس اعلامي تاني، وعمل له حته دس بسم الله ما شاء الله. اسفخص على الكلمات، اسفخص على الصوت، اسفخص على كل حاجه. دقيقتين ضاعوا من عمر الواحد على الفاضي على اغنيه زباله وهبطه زي دي. الله يكون في عونك كابتن خالد غندور، والله ان انت ليك اعداء. بس انا كمان هشغل له اعلانات، انا خليه يستفاد من الفيديو كمان. مش كفايه الناس اللي بتعمل له لايكات، وانا مش فاهم هو بيعمل له لايكات ليه غير ان هم فاهمين ان ده بيدافع عن النادي الاهلي. لا يا باشا، انا واحد مريض نفسي لا اكتر ولا اقل، وان وصلت معايا هنا لحد الفيديو ده في الوقت ده في انت برنس كده يا اسطى، ومش تخسر حاجه لو عملت لايك او عملت سبسكرايب. ده لو الفيديو عجبك اساسا، لان التراك او الاغنيه دي كانت حقيره جدا لدرجه انك حرام تعمل على لايك. والله